بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الثانية كلية التجارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتورة روحية حسن محمد، مدرس بقسم المحاسبة. إن شاء الله هقدم لحضراتكم فيديو بيعتبر محاضرة إلكترونية استكمالا لسلسلة المحاضرات الإلكترونية التي تم رفعها على منصة البلاك بورد المتعلقة بمادة النظم البيئية والتنمية المستدامة. إن شاء الله هحاول أغطي لحضراتكم الفصل الرابع كمراجعة، الجزء الأول من هذا الفصل مراجعة وأسئلة شاملة على هذا الجزء، بحيث يكون عند حضراتكم فكرة عن نوعية أو شكل الأسئلة اللي ممكن حضراتكم تلاقوها في الامتحان المتعلق بهذه المادة. وإن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين إن مادة النظم البيئية والتنمية المستدامة بتتكلم بصفة عامة عن البيئة وكل ما يتعلق بالبيئة من محاسبة وأطر بيئية ومؤشرات مختلفة تم إدراجها في هذه المادة. لو حبينا نتكلم بشكل سريع عن الفصل الرابع، هو بيتكلم عن المحاسبة البيئية، وعرفنا من الفصل دوت ان المحاسبة البيئية هي نظام محاسبي بيهتم بإعداد وتوفير البيانات والمعلومات البيئية اللازمة لمتخذ القرار. وزي ما عرفنا ان المحاسبة البيئية هي نشأت نتيجة تطور مجموعة من المفاهيم وظهور مجموعة من المفاهيم البيئية في المجتمع الدولي وفي ايضا المجتمع المحلي وعلى مستوى المنشآت وبيئة الاعمال. فنلاقي ان في مجموعة من المفاهيم زي مفهوم التنمية المستدامة، واللي هو يطلق عليه احيانا مفهوم التنمية المتواصلة، ايضا مفاهيم زي الاثر البيئي وتقييم الاثر البيئي، مفاهيم زي نظام الادارة البيئية اللي بدأت تتجه ليه معظم المنشآت عشان تقيم اثرها البيئي على البيئة. كل هذه المفاهيم ادت لضرورة ملحة جدا لوجود نظام محاسبي متكامل للمعلومات البيئية يسمى المحاسبة البيئية. ففي البداية بيقول ان محتويات الفصل ده، لو قلنا ان هو الفصل بيتجزأ لجزئين، الجزء الاول عندنا اللي احنا هنراجعه ان شاء الله مع حضراتكم في المحاضرة النهاردة، الاطار العلمي للمحاسبة البيئية، ايه هي مجموعة المفاهيم البيئية اللي نشأت بسببها المحاسبة البيئية، ايضا المفاهيم العلمية اللي بيقوم عليها اطار المحاسبة البيئية، كذلك هل هناك علاقة بين المحاسبة البيئية والحسابات القومية اللي بتقوم بها الدول عن الموارد الطبيعية والثروات وايضا عن السكان كثروة بشرية، ايضا المحاسبة عن المياه. كل هذه النقاط في الجزء الاول اللي هنراجعه مع حضراتكم. اما الجزء الثاني فكان بيتكلم عن المحاسبة عن الطاقة وعن المحاسبة عن التربة والمحاسبة عن الارض والنظام الايكولوجي والغلاف الجوي ما الى ذلك، ايضا تكلفة حماية البيئة، ازاي نحمي البيئة وده هيكلفنا ايه، ايضا تكلفة التدهور البيئي، التدهور البيئي لو حصل اثار سلبية على البيئة ايضا ده هيكون ليه تكلفة باهظة. ده الجزء الثاني بالنسبة للفصل الرابع. طيب نتناول في البداية الجزء الاول، او كتذكير لحضراتكم شرح سريع للخطوط العريضة اللي بيتكلم عنها الجزء الاول من الفصل الرابع، عشان نفكر بعض لما نيجي نحل الاسئلة اللي هناخدها مع بعض ان شاء الله. فبداية ان المحاسبة بيقول لي ان هي لم تنشأ، محاسبة بيئية تحديدا لم تنشأ كإطار متكامل في البداية، ولكن هي نشأت كإطار بسيط كده، مجموعة من المصطلحات ومجموعة من الأساليب والإجراءات البسيطة، إلى أن تطورت الحاجة لوجود إطار متكامل للمحاسبة البيئية. من أسباب تطور الحاجة لإطار متكامل للمحاسبة البيئية وضرورة احتساب قيم الأضرار البيئية واحتساب قيمة التكاليف البيئية التي تتكبدها المنشآت لمنع مثل هذه الأضرار البيئية، وكل هذه الأشياء التي حتمت على ضرورة وجود نظام المحاسبة البيئية. فبيقول لي من بين المفاهيم اللي ظهرت ووضحت أهمية وجود إطار متكامل للمحاسبة البيئية، أول مفهوم معانا مفهوم الأضرار البيئية، ومن اسمه كده أضرار بيئية، يعني في ضرر بيلحق بالبيئة نتيجة آثار بيئية أو آثار سلبية للنشاط اللي بتقوم به المنشآت. طيب
احنا ليه بنقيس هذه الأضرار؟ ليه بنقيس تكلفة هذه الأضرار؟ عشان نقدر نقدر التعويضات التي سوف تلتزم بها المنشآت المتسببة مثل هذه الأضرار. يبقى عشان نقدر مجموعة من التعويضات تلتزم بها هذه المنشآت المتسببة في الأضرار، أيضا كمان عشان نحاول نعمل جايد كده أو نعمل دليل لهذه المنشآت لمساعدتها في خفض الأضرار البيئية التي تلحق بالبيئة. طيب، هل هناك مسألة إن احنا نقيس الأضرار البيئية هي مسألة سهلة أم صعبة؟ هي مسألة في الحقيقة صعبة، ولكن بيستند إلى مجموعة من الأساليب عشان نقيس الأضرار البيئية اللي بتلحق بالبيئة. زي إيه؟ زي القياسات المحاسبية لهذه الأضرار، زي تكلفة العلاج الطبي، العلاج الطبي للعاملين أو للسكان المحيطين بالبيئة اللي بيعمل بيها المصنع، تكلفة العلاج الطبي نتيجة تأثر صحتهم أو تأثرهم صحيا بانبعاثات ضارة بتلوث معين للبيئة وما إلى ذلك. فتكلفة العلاج الطبي هي تعتبر إحدى القياسات المحاسبية للأضرار البيئية. أيضا تكلفة الوفاة المبكرة، الشخص اللي بيتوفى مبكرا قبل سن التقاعد طبعا بيكون لسه في سنوات هيشتغلها وهياخد عليها مرتب او اجر معين، دي احد تكلفة الوفاة المبكرة. ايضا كان عمره الانتاجي، عمر الشخص الانتاجي دوت قبل سن التقاعد كان هيشتغل او هينتج قد ايه، فبالتالي دي ايضا تعتبر تكلفة للوفاة المبكرة. ايضا المبلغ اللي بيدفع لاهل هذا المتوفي ك تعويض او نهاية الخدمة قبل سن التقاعد، يبقى تكلفة الوفاة المبكرة للاشخاص اللي بيموتوا قبل سن التقاعد بتكون بتشمل عدة اشياء، يا اما سنوات العمل اللي كان هيعملها والاجر اللي هو كان هيحصل عليه، يا اما ممكن نقيسها بكمية الانتاج اللي كان هينتجها او العمل اللي كان هيقوم بيه، وهي الخسارة اللي هتعود على الشركة لما تستعين بشخص اخر وما الى ذلك. طيب ايه تاني؟ الفقد والنقص في الناتج القومي. يعني الناتج القومي كل سنة الدولة بتحسب ناتج قومي معين، لما بيحصل نقص في الناتج، هذا الناتج القومي ناتج عن او نتيجة الاضرار البيئية، يبقى ده بيعتبر احد القياسات المحاسبية للاضرار البيئية. طيب، يبقى المفهوم الاولاني الاضرار البيئيه وازاي بنحسبها، تكلفه العلاج الطبي للاشخاص المتضررين صحيا، تكلفه الوفاه المبكره الناتجه عن التضرر من الاثار البيئيه الضاره والسلبيه، النقص اللي بيحدث في الناتج القومي. طب تاني مفهوم بالنسبه لنا من المفاهيم البيئيه اللي اوجدت ضروره لوجود اطار متكامل محاسبه البيئيه. اول حاجه هنلاقي ان احنا مع زيادة حجم التعويضات البيئية، طالما في اضرار يبقى في تعويضات عن هذه الاضرار. طيب، لما ازدادت حجم التعويضات البيئية اللي نتجت عن هذه الاضرار اللي لحقت بالبيئة الطبيعية والبشرية، الشركات الصناعية ابتدت ان هي تتجه لان هي تعتمد على نظم ادارة بيئية، تعتمد على وسائل واجراءات معينة تكفل لها الحفاظ على البيئة من انشطتها الضارة، قامت باجراء تعديلات للنظم الانتاجية لديها عشان تحد من المشاكل البيئية اللي بتحدث نتيجة انشطتها. نتج عن ده، يعني نتج عن دوت ان الشركات ابتدت تتكبد تكاليف بيئية، هي ابتدت تعمل تعديلات في النظم الانتاجية عندها، تجيب آلات مانعة للأضرار البيئية، فلاتر مانعة للأبخرة والانبعاثات، كل هذه الأشياء أصبحت تكاليف بيئية تضاف على أعباء الشركات. طيب، التكاليف البيئية دي هتشمل إيه؟ هتشمل تكاليف بيئية رأس مالية وتكاليف بيئية جارية، وهي ما بتختلفش كتير عن مفهوم التكاليف الرأسمالية والتكاليف الجارية. احنا عارفين ان التكاليف الرأسمالية هي بتكون تكاليف الأجهزة والمعدات والإنشاءات اللي بتزود أصول الشركة، بتزود أصول الشركة. طيب، لو الأجهزة والمعدات والإنشاءات ديت بغرض حماية البيئة، فهي في هذه الحالة تعتبر تكاليف بيئية رأسمالية بغرض معالجة عناصر التلوث البيئي. أنا كشركة مثلا بتنتج حديد أو تنتج أسمنت أو أي من المنتجات الملوثة للبيئة، بتستخدم مجموعة من الفارات لتنقية الهواء، بتستخدم لمجموعة من
الحافظات اللي بتقلل الضوضاء داخل بيئة العمل، بتستخدم مواد معينة لإعادة تدوير المخلفات وما إلى ذلك. كل هذه التكاليف، الأجهزة والمعدات والإنشاءات بتزود من أصول الشركة، ولكنها أجهزة ومعدات لحماية البيئة بالدرجة الأولى. يبقى دي تكاليف بيئية رأسمالية. الاستفادة من هذه التكاليف البيئية الرأسمالية بتتحقق مش في فترة مالية واحدة، لا، لفترة تزيد عن سنة مالية واحدة. يبقى احنا عندنا جهاز اشتريناه مثلا بمليون باتنين مليون ايا كان، بنستفيد منه مش فترة مالية، مش سنة مالية واحدة، لا، بنستفيد منه لعدد على عدد من السنوات. وبالتالي احنا بنستفيد من التكاليف البيئية الرأسمالية على عدد من السنوات وليس سنة واحدة. طيب التكاليف البيئية طبعا الرأسمالية هي بتزود أصول الشركة زي ما قلنا، هي في شكل معدات بتحمي البيئة، نظم لإعادة تدوير المخلفات، بتؤدي إلى الحد من التلوث البيئي ومعالجة الأضرار التي قد تنشأ عن أنشطة المنشأة، خاصة الأضرار البيئية. طيب ممكن يكون ده موضوع سؤال، هنشوف بعد كده في الأسئلة اللي احنا حطيناها، ممكن يكون ده موضوع سؤال، يعني لما نيجي مثلا نقول لك صح أو خطأ التكاليف البيئية الجارية هي تكاليف الأجهزة والمعدات البيئية. طبعا عبارة خاطئة، لأن التكاليف البيئية الجارية ليست لا تشمل تكلفة الأجهزة والمعدات، ولكنها تكلفة بيئية رأسمالية. ممكن نقابل مثل هذه الأسئلة في الأسئلة اللي هنسردها لحضراتكم في نهاية الفصل. طيب التكاليف البيئية الجارية بقى الاستفادة منها بتتحقق خلال سنة مالية واحدة، وأحيانا يطلق عليها النفقات الجارية أو النفقات البيئية الجارية. التكاليف البيئية الجارية بيتم الاستفادة منها خلال سنة مالية واحدة، وهي التكاليف اللي بتحافظ على القدرة الإنتاجية لأصول الشركة. يبقى صح او خطأ، التكاليف البيئية الجارية هي التكاليف التي تحافظ على القدرة الانتاجية لأصول الشركة. العبارة صحيحة. طب لو قلت لك ان التكاليف البيئية الجارية هي التكاليف التي تزود او تزيد من رصيد اصول الشركة، طبعا عبارة خاطئة، لان اللي بيزود رصيد اصول الشركة هو مين؟ التكاليف البيئية الرأسمالية. يبقى نحاول ان احنا نقرأ كويس العبارات الموجودة عندنا ونفهمها كويس جدا عشان نقدر نجاوب على الأسئلة. طيب المفهوم الثالث من المفاهيم البيئية عندنا المراجعة المالية البيئية. المراجعة المالية البيئية اللي ده نوع من أنواع المراجعة اللي بيقوم بها المراجع الخارجي اللي بيراجع حسابات الشركة. طيب بس كده؟ لا، كمان لازم يقوم بإعداد تقرير عن الأداء البيئي لهذه الشركة أو مؤسسة الأعمال. هي الشركة، هي المنشأة، متلخبطش في المصطلحات. يبقى المراجعة المالية البيئية بيقوم بها المراجع الخارجي، وبيقوم بأداء تقرير عن الأداء البيئي لهذه الشركة اللي بيراجع لها عملها، والتقرير ده بيشمل أيضا تقييم المخاطر البيئية. طيب مهم قوي نعرف التقرير ده بيشمل ايه. تقرير المراجع الخارجي عن المراجعة المالية البيئية بيشمل ايه؟ بيشمل مراجعة الالتزام البيئي للمنشأة أو للمؤسسة، هل المنشأة دي ملتزمة بيئيا ولا لا، ويرجالي ويحط لي الأدلة على كده. طيب التحقق من التقييم المحاسبي السليم للأصول والتكاليف البيئية. مش احنا عندنا أصول لحماية البيئة بيترتب عليها تكاليف بيئية جارية وأخرى رأسمالية. طيب يتحقق من التقييم المحاسبي ان هذه القيم مكتوبة بشكل سليم في الدفاتر. طيب التقرير بتاع المحاسب او المراجع الخارجي ده ايضا هيشمل ايه؟ التحقق من تكوين المخصصات الكافية لمقابلة المخاطر البيئية. هل الشركة او المنشأة لديها مخصصات بتقوم باعدادها وانشائها لمقابلة المخاطر البيئية ولا لا؟ يبقى المراجعة المالية البيئية بيقوم بها المراجع الخارجي اللي بيراجع انشطة الشركة. برضو ناخد بالنا من الكلام كويس جدا، المراجع الخارجي وبيعمل ايه؟ بيقوم باعداد تقرير عن الاداء البيئي للمنشأة دي، بيشمل ايه؟ مدى التزام الشركة بالالتزام البيئي، ويتحقق من القيم اللي مكتوبة للأصول الرأسمالية البيئية والتكاليف البيئية، ويتحقق ايضا مدى تكوين الشركة لمخصصات عشان تقابل المخاطر البيئية التي قد تواجهها.
يبقى احنا كده عرفنا مع بعض ان في 3 مفاهيم اساسية من المفاهيم البيئية التي ساعدت في الحاجة لظهور اطار متكامل للمحاسبة البيئية. زي ما قلنا مفهوم الاضرار البيئية عشان نقدر نحط تعويضات عن هذه الاضرار لازم نكون قيسناها كويس، مفهوم التكاليف البيئية اللي بتنشأ نتيجة تكبد او تحمل المنشأة لمجموعة من التكاليف عشان تحوز او يكون عندها اقتناء للاصول اللي بتحمي البيئة. الأصول دي هترتب عليها تكاليف رأسمالية وأيضا تكاليف جارية للحفاظ على قدرة هذه الأصول. تالت مفهوم بيئي عندنا هو مفهوم المراجعة المالية البيئية، واللي بيقوم بها المراجع الخارجي وبيقوم بإعداد تقرير بيشمل مدى تقرير عن مدى التزام الشركة بيئيا والقيم المكتوبة عندنا في الدفاتر عن الأصول والتكاليف البيئية هل هي سليمة ولا لا، وأيضا يتحقق من مدى تكوين الشركة المخصصات كافية لمقابلة المخاطر البيئية. يبقى هما دول الـ3 مفاهيم اللي قامت عليهم أو اللي دعوا لضرورة وجود نظام محاسبة بيئية. طيب تعالوا نشوف كده رقم 2 في الجزئية دي، المفاهيم العلمية لإطار المحاسبة البيئية. المفاهيم العلمية لإطار المحاسبة البيئية عندنا مجموعة من المفاهيم العلمية والمبادئ في أي نظام محاسبة، وخاصة هنا في نظام المحاسبة البيئية هنشوف إيه هي المفاهيم والمبادئ اللي بيقوم عليها نظام المحاسبة البيئية. عندنا أول حاجة أو أول مفهوم معانا مفهوم العملية المحاسبية البيئية. مفهوم العملية المحاسبية البيئية يعني إيه؟ يعني المفهوم اللي بيشير إلى مجموعة العمليات والأنشطة المرتبطة بحماية البيئة وبتتعامل معها المحاسبة البيئية. مجموعة العمليات والأنشطة اللي بتتم في المنشأة بهدف حماية البيئة، وإن المحاسبة عليها إن هي تتعامل مع هذه العمليات والأنشطة وتجمع لي البيانات عنها وتوفر لي مجموعة من المعلومات عنها. طب بتشمل إيه هذه الأنشطة والعمليات؟ أول حاجة أنشطة إعادة تدوير أو تشغيل المخلفات الصلبة والسائلة. ماشي، المحاسبة بتتعامل معاها إزاي؟ هتحسب لي تكلفتها، هتحسب لي لو في إيراد جاي منها، يعني بعد ما قعدت تدوير هذه المخلفات هل أنتجت منتج جديد وهل حققت منه إيراد ولا لا؟ فالمحاسبة بتتعامل مع كل هذه الأنشطة. طيب أنشطة إدارة البيئة بالشركة، في إدارة أو نظام إدارة البيئية بيكون في الشركة بيتعلق أو بيقوم بمجموعة من الوظائف والأنشطة، أيضا هذه الأنشطة بيتعامل معها نظام المحاسبة البيئية. أنشطة تدريب العاملين على تطبيقات نظم الإدارة البيئية، الأنشطة اللي بندرب العاملين إزاي يتعاملوا مع نظم إدارة البيئة. طيب أنشطة المراجعة البيئية الدورية، كل هذه الأنشطة هي مجموعة الأنشطة والعمليات اللي بتتعامل معها المحاسبة البيئية، واللي بيطلق عليها في النهاية مفهوم العملية المحاسبية البيئية. العملية المحاسبية البيئية، طيب ده أول مفهوم بتقوم عليه المحاسبة البيئية. المفهوم الثاني مفهوم التكاليف البيئية، وزي ما قلنا إن التكاليف البيئية كل ما تتكبده الشركة نظير الحفاظ على البيئة. هنا بيقول لي ان هي بتعبر عن كل ما يتم انفاقه لتشغيل نظم الاداره البيئيه، مثل تكلفه نظام معالجه المياه وتكلفه نظام معالجه الهواء. يبقى التكاليف، المفهوم التكاليف البيئيه نقدر نقول كل ما تتكبده الشركه نظير حمايه البيئه، او كل ما يتم انفاقه لتشغيل نظم الاداره البيئيه زي تكلفه نظام معالجه المياه وتكلفه نظام معالجه الهواء وتكاليف اعاده التدوير وما الى ذلك. يبقى تاني مفهوم معانا، يبقى المفهوم الاولاني كان مفهوم ايه؟ العملية المحاسبية البيئية بتشمل كافة العمليات والانشطة ذات العلاقة بالبيئة اللي بتتعامل معاها المحاسبة البيئية. طيب مفهوم التكاليف البيئية، كل ما يتم انفاقه عشان نحمي البيئة بشكل بسيط. طيب مفهوم الفترة المحاسبية البيئية، الفترة اي فترة محاسبية هي الفترة اللي بيتم فيها مجموعة من الانشطة، وعلى نظام المحاسبة ان هو يقوم باعداد بيانات ومعلومات عن هذه الفترة المالية ويقدمها لمتخذ القرار. يبقى الفترة المحاسبية البيئية هي الفترة اللي بيتم اعداد البيانات المحاسبية البيئية عنها، وهي غالبا بتكون سنة مالية واحدة. يبقى الفترة المحاسبية البيئية هي الفترة اللي بيتم اعداد البيانات المحاسبية البيئية عنها، وغالبا بتكون سنة مالية واحدة. طيب المفهوم رقم 4 مفهوم التكاليف التاريخية البيئية. ايه التكاليف التاريخية البيئية؟ بعبارة بسيطة كده ان احنا لما
بنشتري مجموعة من الأصول الرأسمالية لحماية البيئة بغرض حماية البيئة بتسجل بالقيمة وقت الشراء، يبقى ملهاش دعوة بتغير الأسعار. أنا جبت النهاردة الجهاز ب100,000 جنيه، هذا الجهاز تغير سعره بعد شهر أصبح ب120,000 جنيه، لكن أنا لازم أسجله بالتكلفة التاريخية بتاعته اللي هي ال100,000 جنيه، بغض النظر عن تغير الأسعار كل فترة والتانية. فبيقول لي بيعبر عنها عن عملية التسجيل والتقييم المحاسبي للعمليات البيئية وشراء واقتناء الأصول البيئية بالقيمة اللي بيتم إنفاقها على ذلك النشاط أو من أجل اقتناء الأصل دون الأخذ في الاعتبار تغيرات مستويات الأسعار التالية لحدوث الاقتناء. أنا اشتريته النهاردة وكلفت تركيبه وشراؤه حوالي 100,000 جنيه، يبقى هيتسجل بال100,000 جنيه، ماليش دعوة بعد كده هو اتغير سعره ولا لأ. يبقى ده مفهوم التكاليف التاريخية البيئية. طبعا هتلاقوا ان معظم هذه المفاهيم متشابهة لدرجة كبيرة جدا مع المفاهيم اللي والمبادئ اللي بتقوم عليها نظام المحاسبة المالية العادي، لان هما الاثنين انظمة محاسبة وهما الاثنين بيتناولوا الطبيعة المالية للمعلومات والبيانات. اللي هيضاف هنا ان النظام ده بيتعامل مع المعلومات والبيانات اللي متعلقة بالبيئة، عشان كده اسمه نظام المحاسبة البيئية. طيب المبدأ اللي بعد كده او المفهوم اللي عايزين نركز عليه ونقول ان نظام المحاسبة البيئية بيرتكز عليه مبدأ الاهلاك للاصول البيئية. اي اصول احنا بنشتريها سواء كانت اصول لحماية البيئة او اصول لتشغيل انشطة المنشأة هي بيجرى ليها عملية اهلاك على مدار السنوات، عملية إهلاك على مدار السنوات بمعدلات مختلفة وبطرق مختلفة. في اللي بيتبع نظام القسط الثابت في حساب الإهلاك بتاع الأصول، في اللي بيتبع نظام القسط المتناقص، وما إلى ذلك من الطرق والمعدلات اللي بتبقى ملائمة لكل نوع من الأجهزة. يعني مثلا أجهزة الحاسبات بنلاقي إن معدلاتها أسرع، ممكن تصل معدل الإهلاك ل50% لأن في تطور سريع في مجال الحاسبات والإلكترونيات. ممكن نلاقي لا جهاز تاني بيستخدم مثلا في تصنيع منتج معين لا يكون معدلات الإهلاك بتاعته أبطأ شوية، مثلا على 5 سنين أو 10 سنين. فكل أصل من الأصول والجهاز من الأجهزة بيحسب ليه إهلاك وفقا للمعدلات الفنية المتلائمة مع طبيعة هذا الجهاز. يبقى مبدأ الإهلاك للأصول البيئية بيتم إخضاع هذه الأصول البيئية من آلات ومعدات مستخدمة في حماية البيئة أو في تحقيق الالتزام البيئي بالمعدلات الملائمة لها فنيا. يعني مثلا الفلاتر دي يقدر عمرها الافتراضي ب5 سنوات، بعد 5 سنوات أكون أنا حسبت أقساط الإهلاك اللي ممكن تساعدني إن أنا أستبدل الآلة بعد كده، وهكذا. مبدأ مقابلة النفقات البيئية بالعائد البيئي. طبعا احنا عندنا في المحاسبة مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات. طيب هنا مبدأ مقابلة النفقات البيئية بالعائد البيئي، هيك حد يسألني استني بس لحظة كده، هو في عائد بيئي؟ اه في عائد بيئي. ممكن زي ما قلنا من شوية ان شركة بتقوم بنشاط اعادة تدوير مخلفات معينة فينتج منها منتج جديد تقدر تبيعه وتحصل منه على ايرادات، وبالتالي تقدر تقابل النفقات والتكاليف اللي هي تكبدتها عشان تعيد تدوير مثل هذه المخلفات والايرادات اللي هتنتج من المنتج الجديد اللي هيطلع من اعادة التدوير. وبالتالي هذا المبدأ هو احد المبادئ ايضا اللي بتعتمد عليه نظام او بيعتمد عليه نظام المحاسبة البيئية. فهنا بيقول لي ان النفقات البيئية هي عناصر التكاليف الجارية البيئية، ويضاف اليها ايضا الاهلاك السنوي تكاليف البيئة الرأسمالية. يبقى النفقات البيئية عناصر التكاليف الجارية البيئية وتكاليف اعادة التدوير، ونضيف لها كمان الاهلاك السنوي بتاع الاصول الرأسمالية البيئية اللي بتحمي البيئة. بيشتمل العائد البيئي على ايه بقى؟ على ايرادات بيع منتجات مصدر تدوير المخلفات الصلبة. يعني عندنا مجموعة من المخلفات الشركة هتقوم بإعادة تدويرها، هينتج عنها منتجات جديدة، تمام، ممكن نبيع هذه المنتجات فينتج عنها ايرادات. كذلك تخفيض العلاج الطبي للمصابين، ده يعتبر عائد بيئي. المصابين بأضرار التلوث البيئي لو قدرنا نخفض تكلفة العلاج الطبي يبقى احنا كده ايه، حسنا من الجو البيئي او حسنا من او قللنا من الاثر البيئي السلبي، وده
لقينا العائد بتاعه ظهر في ان الناس بقوا اكثر صحة، قللنا من التكلفة كنا بندفعها كعلاج طبي لهؤلاء الافراد المتأثرين بالاضرار البيئية، يبقى دي كمان هنعتبرها احد اشكال العوائد البيئية. يبقى الايرادات اللي بتيجي من منتجات ناتجة عن اعادة التدوير، تقليل او الخفض اللي بيحصل في تكلفة العلاج الطبي للافراد المتضررين بيئيا، ايضا تكلفة تقليل او تخفيض حالات الوفاة المبكرة، كل هذه تعتبر عوائد بيئية. طيب في بقى مبدأ، احنا بنقابل النفقات بالايرادات، قابل النفقات البيئية بالايرادات البيئية. طيب الفرق بينهم، الفرق بينهم هو يا اما الايرادات اعلى، العائد البيئي اعلى، يبقى احنا كده ادائنا البيئي بيتحسن، بنقلل تكلفة علاج طبي، بنقلل حالات وفاة، بننتج منتجات من إعادة التدوير وبنحصل على إيراد منها، فإحنا أدائنا البيئي بيتحسن. ومقابل النفقات البيئية يبقى العائد لما يزيد عن النفقات يبقى ده العائد الصافي. طب لو النفقات هي اللي زادت، لو النفقات هي اللي زادت عن العائد البيئي يصبح عندنا عجز بيئي أو العجز الصافي البيئي. يبقى ده مبدأ مقابلة النفقات البيئية وبالعائد البيئي. طيب المبدأ اللي بعد كده اللي بتقوم عليه المحاسبة البيئية، مبدأ القياس العيني. القياس العيني يعني هنعبر عن العمليات البيئية اللي بتحدث بالمنشأة بوحدات القياس العيني. برضو يعني ايه؟ يعني مثلا هنقول احنا قدرنا نخفض الانبعاثات الملوثة للجو، هنعبر بكمية الخفض بالكيلو جرام، بالكيلو جرام. طيب قدرنا ان احنا نعالج كمية معينة من المياه من المخلفات الضارة ليها للبيئة وللمياه، هنعبر عن هذه المياه المعالجة بايه؟ باللتر او بالمتر مكعب. يبقى دي وحدات قياس عيني عشان اعبر عن النشاط البيئي اللي انا قمت بيه لحماية البيئة. تمام. طيب مبدأ القياس النقدي او مبدأ القياس بوحدات النقود، فيه بيتم التعبير عن العمليات البيئية المقدمة أو اللي بتقوم بيها الشركة بوحدات النقود عشان تستخدم في القياس المالي لهذه العمليات. ده هيساعدنا أكتر في إعداد مؤشرات الأداء البيئي. يبقى احنا محتاجين إن احنا نستخدم قياس عيني ونستخدم قياس نقدي. القياس العيني هنقول إن التحسن البيئي مثلا في المياه المعالجة باللتر او بالمتر مكعب، او تم خفض الانبعاثات بالكيلو جرام مثلا. طيب او ان احنا نعبر بوحدات النقود ان احنا عملنا عمليات بيئية، انشطة بيئية كلفت مثلا الشركة مثلا 1,000,000 جنيه، واحنا كده عبرنا بالنقود. دي بتساعدنا بشكل اكثر دقة في وضع مؤشرات اداء بيئي عن التكاليف والايرادات اللي بتكاليف تتحملها المنشأة والايرادات التي قد تكتسبها المنشأة. طيب مبدأ المحاسبة الإيكوزونية، الإيكوزونية جاية من إيكو وأوزون، فالإيكوزونية هي مرتبطة أكتر بالانبعاثات ومرتبطة أكتر بالغلاف الجوي. طيب المبدأ ده بيستند على إن الشركة اللي بتقوم أو بتعمل في نطاق معين أو منطقة معينة بتكون هي مسؤولة فقط عن الضرر أو الانبعاثات الضارة اللي في هذا النطاق، مش مسؤولة عن الانبعاثات الضارة اللي حصلت في نطاق آخر هي لا تعمل فيه. يبقى مبدأ المحاسبة الإيكوزونية ده متعلق بالغلاف الجوي أو الجو أو الانبعاثات اللي بتطلع للهواء. طيب الانبعاثات اللي بتطلع الهواء دي، المبدأ ده بيساعد الشركة او تحديد مسؤولية على الشركة اللي تسببت في هذا الانبعاث او في هذا الضرر البيئي في نطاق المنطقة اللي بتعمل فيها، وبالتالي تصبح غير مسؤولة عن اي اضرار بتحدث في نطاق اخر. طيب هنقرأ كده نشوف، يستند على ان الشركة مسؤولة عن حماية البيئة في نطاق المنطقة التي تؤثر انبعاثات الصادرة عنها على معدلات التوازن البيئي المطلوبة وطبقا للمعايير البيئية السائدة. يبقى الشركة مسؤولة عن بس التوازن الهوائي والبيئي في المنطقة اللي هي بتعمل فيها. ده مبدأ المحاسبة الإيكوزونية، وهذا يساعد في إظهار عدد مسؤوليتها. يبقى الشركة غير مسؤولة عن الأضرار البيئية اللي قد التي قد تحدث أو تسببها شركات أخرى تقع في مناطق أخرى.
يبقى مبدأ المحاسبة الإلكترونية دوت مبدأ مهم قوي، هو بيحدد لي بشكل دقيق المسؤولية الواقعة على الشركة في إطار المنطقة التي تعمل فيها. كويس جدا. طيب يبقى كده المبادئ اللي بيقوم عليها نظام المحاسبة البيئية والمفاهيم. أول مفهوم عندي كان مفهوم العملية المحاسبية، هي مجموعة الأنشطة والعمليات اللي بتتعامل مع المحاسبة. تاني مفهوم مفهوم التكاليف البيئية اللي بيعبر عن كل اللي بتتكبده المنشأة وكل اللي بيتم إنفاقه عشان نحمي البيئة. مفهوم الفترة المحاسبية البيئية هي الفترة سنة مالية واحدة، ودي اللي بيتم فيها إعداد البيانات المحاسبية البيئية. مفهوم التكاليف التاريخية اللي بيتكلم عن إن الأصول والمعدات البيئية اللي أنا بشتريها النهاردة بسجلها بقيمتها التاريخية اللي أنا اشتريت بيها، وماليش علاقة بتغيرات الأسعار فيما بعد. مبدأ الإهلاك، إن كل الأصول البيئية والمعدات اللي عندي بحسب لها إهلاك وفقا للمعدلات الملائمة لكل نوع من أنواع الأجهزة والأصول. ومبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات، زي ما عندنا نفقات وتكاليف بتتكبدها الشركة، قد يكون عندي إيراد وعائد بيئي، بقابل الاثنين ببعض عشان أحسب هل هناك عجز صافي بيئي ولا عندي عائد صافي بيئي. وقال لي مبدأ القياس العيني، إن أنا بقيس مدى التحسن في الأداء البيئي بوحدات عينية زي اللتر والمتر مكعب في حالة المية. ومبدأ القياس بوحدات النقد، بقيس العمليات اللي بتقوم بيها المنشأة عن طريق وحدات نقدية، يعني تكلفت 1 مليون 2 مليون، عشان يساعدني بشكل أكبر إن أنا أضع مؤشرات أداء بيئي. آخر مبدأ كان عندي اللي هو مبدأ المحاسبة الإيكوزونية، وأنا بشوف إن هو مبدأ مهم جدا، اللي هو لأنه هو بيحدد لي مسؤولية الشركة عن حماية المنطقة التي تعمل فيها، وإن هي مسؤولة فقط عن المنطقة التي تعمل في نطاقها، وليست مسؤولة عن أي أضرار بيئية تحدث في مناطق أخرى تتسبب فيها شركات أخرى. طيب، وده برضو من موضوع سؤال جيد جدا. طيب لو حبينا نشوف بعد كده إجراءات المحاسبة البيئية، إجراءات المحاسبة البيئية إيه هي مجموعة الإجراءات اللي بيستند عليها نظام المحاسبة البيئية؟ أول حاجة نظام المعلومات المحاسبية المالية البيئية. وإحنا عندنا نظام المحاسبة البيئية أمبريلا كبيرة أو شمسية كبيرة كده، بيكون تحتها نظام محاسبي مالي بيئي ونظام محاسبي تكاليف بيئية. طيب نظام المعلومات المحاسبية المالية البيئية بيتكون من إيه؟ إجراءات حصر وتبويب العمليات البيئية وإعداد التقارير المحاسبية المالية البيئية. تمام، يبقى حصر وتبويب العمليات البيئية وأعد لي عنها تقارير محاسبية مالية بيئية. طيب نظام معلومات محاسبة التكاليف، لا ده هيختص بشكل أكثر دقة بالتكاليف البيئية، ده بيشمل حصر تكاليف البيئة بشكل ايه واسع، وحصر وحدات النشاط البيئي، وقياس تكاليف وحدات النشاط البيئي، وتحديد عائد التكاليف البيئية. يبقى نظام معلومات محاسبة التكاليف البيئية بيختص بشكل أكثر دقة بالتكاليف وعائد هذه التكاليف، التكاليف البيئية وعائد هذه التكاليف البيئية. لكن نظام المحاسبة المالية البيئية هو بيحصر ويبوب العمليات بشكل يعني بشكل عام، ويعد لي عنها تقارير محاسبية مالية بيئية. طب تالت نظام، نظام معلومات محاسبة نظم إدارة بيئية. يبقى احنا عندنا نظام المحاسبة البيئية، في نظام محاسبة مالية بيئية، وفي نظام محاسبة تكاليف بيئية، وفي نظام محاسبة نظم إدارة بيئية. النظام محاسبة معلومات محاسبة نظم الإدارة البيئية ده بيهدف لتزويد الشركات بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات البيئية والتخطيط للأنشطة البيئية والرقابة البيئية. يبقى كل واحدة من دول تنفع موضوع سؤال. يعني مثلا أقول لك نظام معلومات محاسبة التكاليف البيئية بيتكون من إجراءات حصر وتبويب العمليات البيئية وإعداد تقارير مالية عنها، لا العبارة هتبقى خاطئة لأن ده نظام معلومات محاسبي مالي. يبقى نخلي بالنا الفروقات الدقيقة بين العبارات، في نظام مالي وفي نظام تكاليفي بيختص بالتكاليف البيئية، وفي نظام إدارة بيئية بيختص بأن هو بيزود الشركات ببيانات معينة عشان تتخذ إجراءات أو قرارات بيئية وتخطط لأنشطة بيئية وتراقب بيئية. يبقى ده نظام إدارة بيئية. طيب
عندنا نظام المعلومات المحاسبية للتنوع البيولوجي والإحيائي، ده بيتطلب ذلك النظام الاحتفاظ بسجلات بتوضح القيم المحاسبية لكل عنصر متنوع بيولوجي وأيضا الكميات العينية لكل عنصر. يبقى نظام المعلومات المحاسبية للتنوع البيولوجي والإحيائي يعني هو بيختص بسجلات كده عن القيم المحاسبية لكل عنصر متناوب البيولوجي، يعني عنصر المياه، عنصر الهواء وما إلى ذلك من العناصر البيولوجية. ويعتمد نظام التقييم المحاسبي لعناصر التنوع البيولوجي ده على طرق متعددة، منها سعر السوق، طريقة تكلفة السفر والانتقال، وطريقة أثر الموقع المتميز. يبقى النظام الأخراني اللي هو بتاع التنوع البيولوجي ده بيحتفظ بقيم محاسبية لكل عنصر من عناصر التنوع البيولوجي. طيب بيقوم على مجموعة من الطرق المتعددة عشان يقيم لي هذه العناصر البيولوجية، سعر السوق أو طريقة التكلفة السفر والانتقال وطريقة أثر الموقع المتميز. يبقى كل دي الأنظمة، الأربع أنظمة دول الأنظمة اللي بيتكون منهم المحاسبة البيئية، وبتسمى إجراءات المحاسبة البيئية، نظام معلومات محاسبي مالي بيئي، نظام معلومات محاسبة تكاليف بيئية، نظام معلومات محاسبة نظم إدارة بيئية بيزود كل الشركات بالمعلومات اللي هي عايزاها، نظام معلومات مش بيزود كل شركة، يعني بيزود الشركة اللي بتحوز عليه هذا النظام بالبيانات والمعلومات اللي هي عايزاها، ونظام المعلومات المحاسبة التنوع البيولوجي والإحياء. طيب حلو جدا. النقطة الثالثة في هذا الجزء من الفصل الرابع بتتكلم عن علاقة المحاسبة البيئية بالحسابات القومية للموارد الطبيعية والسكان والثروات. طبعا في علاقة وطيدة الصلة بين البيئة وبين الثروات والموارد الطبيعية، لأن البيئة هي عبارة عن مجموعة الموارد الطبيعية والثروات اللي موجودة في كل دولة. لما تقوم الدولة دي بحسابات قومية وعلى مستوى الدولة، حسابات قومية يعني على مستوى الدولة، بحساب للموارد الطبيعية الثروات اللي بتحوز عليها، يبقى هي بتقوم بحساب ايه اللي بتمدها بيها البيئة. يبقى المحاسبة البيئية ليها علاقة بالموارد الطبيعية اللي بت ايه اللي بتحوز عليها الدولة. فهنلاقي هنا بيقول لي ان الانشطه الانسانيه بتؤثر بشكل كبير في الوظائف البيئيه، زي ما قلنا ان الانشطه اللي بتقوم بيها الشركات والافراد بتؤثر سلبا او ايجابا على البيئه، كما تتاثر بها ايضا، يبقى بتؤثر على البيئه وبتتاثر بيها، وده بيكون ليه اثر على الموارد الطبيعيه وعلى الاقتصاد القومي والوطني للدوله. طيب كمان بيقول لي ان البيئه بتاثر بكافه جوانبها في اي اقتصاد، اكيد، لان الاقتصاد اصلا بيقوم على ايه او بيؤدي انشطته على اساس ايه؟ على اساس الموارد البيئيه، على اساس استخدام الميه، استخدام الهواء، استخدام كل الموارد الطبيعيه اللي اقدر استخدمها عشان اقوم بانشطتي، وبالتالي ابني اقتصاد قوي. لذلك بينبغي ادراج البيئه ضمن الحسابات القومية، إدراج الموارد البيئية والطبيعية ضمن الحسابات القومية، لأنها بتأثر بشكل كبير في صحة الأفراد اللي هم أساس الاقتصاد، بتأثر بشكل كبير في الاقتصاد نفسه، لأنه بيقوم على المواد والماتيريال والمياه وكل ما يحصل عليه من البيئة. البيئة أيضا بتشمل توفير الموارد الطبيعية زي ما قلنا لأنشطة الإنتاج والاستهلاك، ما هي البيئة اللي هتوفر لي الموارد الطبيعية والماتيريال والمواد الخام عشان أقوم بأنشطة الإنتاج والاستهلاك وتوفير الخدمات البيئية لدعم الحياة للإنسان. ولكن هناك نظرة في الموارد الطبيعية، ده اللي هيهدد لي الإنتاجية المستدامة للاقتصاد. الإنتاجية المستدامة للاقتصاد يعني الاقتصاد بيفضل قايم على إنتاجية دائمة لا تنضب أو لا تقل قدر الإنتاجية دي، إنتاجية مستدامة يعني مستمرة للجيل الحالي والأجيال القادمة. طيب الانتاجية تستمر ازاي؟ باستدامة الموارد الطبيعية اللي بحصل عليها عشان اقوم بانشطة الانتاج والاستهلاك. يلاحظ ان انشطة الانتاج والاستهلاك قد تضر بنوعية البيئة، ممكن تضر بنوعية البيئة ازاي؟ الانتاج والاستهلاك يترتب عليه مجموعة من المخلفات والنفايات وايضا الملوثات التي تضر بالبيئة. نتيجة لدوت ايه اللي هيحصل؟ عدم وضع حسابات للتكاليف الاجتماعية
هيضر بإيه؟ هيضر بالموارد الطبيعية، ويخلي الحسابات القومية التقليدية التي قد تحسبها الدول بها إشارات خاطئة أو غير دقيقة. يهدف نظام الحسابات القومية لقياس ثروة بلد ما عن طريق تدفقات السلع والخدمات. يبقى نظام الحسابات القومية لقياس ثروة بلد معين بيهدف لإيه؟ لقياس ثروة بلد عن طريق إن هو يحسب تدفقات السلع والخدمات وأرصدة رأس المال باستخدام مفهوم الناتج المحلي الإجمالي أو الصافي. الموارد الطبيعية زي الغابات والأرض ومعادن التربة هي كلها حسابات أو أصول في حسابات البيئة الاقتصادية المتكاملة. يبقى الموارد الطبيعية قلنا هتأثر في عملية أنشطة الإنتاج والاستهلاك، وأيضا أنشطة الإنتاج والاستهلاك هتأثر في البيئة وتأثر بالسلب على هذه الموارد الطبيعية، في تأثير متبادل. لكن الموارد الطبيعية تأثيرها بيكون نفعي وإيجابي، أما التأثير أنشطة الإنتاج والاستهلاك بيكون سلبي إلى درجة كبيرة، لأنه بيأثر بمجموعة من النفايات والمخلفات والأضرار والانبعاثات. طيب، فالموارد الطبيعية لابد أن تدرك في الحسابات القومية. الموارد الطبيعية زي الغابات والأرض ومعادن التربة هي أصول في حسابات البيئة الاقتصادية المتكاملة كأحد منتجات نظام المحاسبة القومية. فبيقول لي إن من منطلق إن الموارد الطبيعية هي جزء من البيئة وإن البيئة هي جزء من اقتصاد الدول، فتم نشر كتيب عن نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية عشان يربط بين البيئة وبين الاقتصاد. عايز يقول لي ان الموارد الطبيعية هي اللي بيقوم عليها الاقتصاد، وفي نفس الوقت الاقتصاد دوت بما يشمله من انشطة انتاج واستهلاك بيؤثر في البيئة ويؤثر في الموارد الطبيعية. فتم نشر الكتيب عن نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة لوضع حسابات المخزونات وتدفقات الموارد البيئية اللي بتكون متماشية مع نظام الحسابات القومية. في عام 2003 قامت الأمم المتحدة وبمشاركة اللجنة الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمات التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بإيه؟ بنشر أو وضع دليل اسمه دليل المحاسبة البيئية والاقتصادية الوطنية المتكامل. دليل المحاسبة البيئية والاقتصادية الوطنية المتكامل ليه؟ عشان يغطي أو يشير للعلاقة بين الموارد الطبيعية والبيئة والاقتصاد بتاع كل دولة. حلو جدا. يبقى دليل المحاسبة البيئية والاقتصادية الوطنية المتكامل ده بيشار إليه بالرمز المختصر SEEA. حلو جدا، اللي هو Standard Economic and Environmental Accounting، يعني دليل كده للمحاسبة البيئية والاقتصادية الوطنية المتكاملة. ده بيعمل إيه؟ بيصف التفاعل بين البيئة والاقتصاد. مختصر كل الكلام اللي احنا بنقوله ده، هل في علاقة بين المحاسبة البيئية وبين الاقتصاد؟ طبعا في علاقة كبيرة، زي ما قلنا البيئة بتؤثر في الاقتصاد والاقتصاد يؤثر في البيئة، والبيئة جزء منها الموارد الطبيعية اللي بتمد الاقتصاد بكل ما تحتاجه من مواد لإقامة الإنتاج، أنشطة للقيام بأنشطة الإنتاج والاستهلاك. أيضا الاقتصاد بما يشمله من أنشطة إنتاج واستهلاك بيؤثر في البيئة ويؤثر على الموارد الطبيعية. طيب، مين اللي بيحاول يصف التفاعل بين البيئة والاقتصاد؟ زي ما قلنا دليل المحاسبة البيئية والاقتصادية SEEA ده بيغطي النطاق الكامل للموارد الطبيعية والبيئية وعلاقتهم بالاقتصاد. يبقى لما اجي اسالك ايه هو دليل المحاسبه البيئيه الاقتصاديه الوطنيه SEEA، هنقول ان هو دليل بيحاول يوصف التفاعل بين البيئه والاقتصاد. دليل بيحاول يوصف التفاعل بين البيئه والاقتصاد، البيئه بمواردها الطبيعيه والاقتصاد بانشطه الانتاج والاستهلاك اللي بتتم فيه، كل واحد فيهم بيأثر على التاني بطريقه مختلفه. قام نظام او دليل SEEA دوت بتوسيع نطاق حسابات التدفقات لنظام الحسابات القومية. يعني الحسابات القومية كل دولة بتقوم بحاجة اسمها حسابات قومية عشان تحسب مواردها الطبيعية قد ايه، الناتج القومي بتاعها قد ايه، الثروة البشرية عندها قد ايه، كل هذه الاشياء. فنظام الـ SEEA او الدليل دوت هيوسع نطاق هذه الحسابات عشان نحسب بشكل اكبر، عشان ندخل الموارد الطبيعية في الحسابات القومية وعشان نربط بينها وبين الاقتصاد. فأول حاجة بيشملها هذا الدليل تدفقات المنتجات.
المنتجات اللي هي السلع والخدمات اللي بيتم انتاجها داخل المجال الاقتصادي. يبقى اول حاجة تدفقات المنتجات اللي هي السلع والخدمات اللي بيتم انتاجها داخل المجال الاقتصادي. تاني حاجة بيشملها الحسابات القومية وفقا لدليل SEEA تدفقات الموارد الطبيعية، الموارد المعدنية والطاقة والمياه. تالت حاجة تدفقات مدخلات النظام الإيكولوجي، المياه والمدخلات الطبيعية الأخرى اللازمة لنمو النباتات والحيوانات والأكسجين اللازم لعمليات الاحتراق زي الشمس والهواء والأكسجين. تمام، يبقى الموارد الطبيعية زي الموارد المعدنية والثروات المعدنية، الطاقة والمياه. طيب النظام الإيكولوجي زي المياه والأكسجين وكل الحاجات أو الموارد اللي بيتطلبها نمو النباتات والحيوانات. تدفقات المخلفات يعني مخرجات الاقتصاد غير المرغوب فيها والتي ليست لها قيمة اقتصادية وقد يعاد تدويرها وتصريفها للبيئة. يبقى نظام الحسابات البيئية والاقتصادية SEEA بيشمل أربع حاجات، بيخلي الحسابات القومية للدول بتشمل أربع حاجات: تدفقات المنتجات اللي بينتجها الاقتصاد، تدفقات الموارد الطبيعية من ثروة معدنية وطاقة ومية، تدفقات مدخلات نظام ايكولوجي زي مية وأكسجين، تدفقات مخلفات اللي هي المخرجات اللي قد يعاد تدويرها أو يتم تصريفها للبيئة، ودي طبعا بتضر بشكل كبير بالبيئة. طيب بيتناول نظام الحسابات البيئية والاقتصادية أوجه الاهتمامات البيئية لجانب الحسابات التقليدية عن طريق، هو بيقوم ازاي بقى بعمله، فصل وتحديد التدفقات والمخزونات المتعلقة بالبيئة المدرجة في الحسابات التقليدية لإظهار النفقات المتعلقة بحماية البيئة. تاني حاجة توسيع نطاق حسابات الأصول، هي هتتجاوز الأصول الاقتصادية، ده احنا كمان عندنا أصول بيئية وما يطرأ عليها من تغيرات. إدراج الآثار المتعلقة بالأصول الطبيعية الاقتصادية والبيئية التي تنتج من أنشطة الإنتاج والاستهلاك. يبقى بيقوم بثلاث حاجات، الـ SEEA أو نظام الحسابات البيئية والاقتصادية بيقوم بفصل وتحديد التدفقات والمخزونات، توسيع نطاق حسابات الأصول، مش بس أصول اقتصادية، عندنا أصول بيئية أيضا، إدراج الآثار المتعلقة بالأصول الطبيعية الاقتصادية والبيئية التي تنتج من أنشطة الإنتاج والاستهلاك. يبقى نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية بيحقق العديد من المنافع للدول. أول منفعة بيحققها هي توضيح الفرق بين الأصول الاقتصادية والأصول البيئية الطبيعية الإضافية، يعني أنا مش بس بقتصر على الأصول الاقتصادية والمعدات والآلات اللي عندي، أنا كمان عندي أصول بيئية طبيعية. الأصول الأولى اللي هي الأصول الاقتصادية دي بتزود الاقتصاد بالموارد الطبيعية والمواد الخام عشان تستخدم في الإنتاج والعمليات الاستهلاكية، بينما توفر الأصول البيئية الطبيعية خدمات بيئية زي امتصاص النفايات والسيطرة على الفيضان وتدفقات الموارد الغذائية. أيضا نظام الـ SEEA دوت ساعد في توسيع نطاق مفهوم رأس المال، مش بس هيشمل رأس المال الطبيعي، لا هيشتمل أيضا على رأس المال اللي بيكونه الإنسان. ورأس المال الطبيعي لا ينتج بل بيشمل الموارد المتجددة، يبقى عندنا رأس مال طبيعي ورأس مال بينتجه الإنسان. تمام، رأس المال الطبيعي الموارد المتجددة زي الموارد البحرية والغابات والموارد غير المتجددة زي الأرض والتربة. لذلك بيقول لي ان المؤشرات اللي بتتم جمعها في اطار المحاسبه البيئيه والاقتصاديه بتشمل تراكم راس المال الطبيعي واللي بينتجه الانسان. طيب يمثل نظام المحاسبه البيئيه والاقتصاديه اداه مفيده لدعم التنميه المستدامه. غالبيه مؤشرات التنميه المستدامه يمكن اشتقاقها من نظام المحاسبه البيئيه الاقتصاديه، برضو دي جمله كويسه ممكن نحط عليها سؤال، ان مؤشرات التنميه المستدامه هل يتم اشتقاقها من نظام المحاسبه البيئيه والاقتصاديه اللي هو الـ SEEA؟ طبعا دي عباره هتبقى صحيحه. طيب بعد كده بيعرض لي مجموعه من مؤشرات التنميه المستدامه ومصدر البيانات عنها. مؤشرات التنميه المستدامه هي مؤشر عن مدى تحسن او تدهور العنصر او المورد الطبيعي، والمؤشرات دي تم اشتقاقها من نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية. اول حاجة الغلاف الجوي، الغلاف الجوي كأحد الموارد الطبيعية هو بنستدل على مدى تحسن اداء البيئة تجاه هذا الغلاف من حاجتين، تغير المناخ، لو المناخ تغير يبقى المؤشر الدال عليه انبعاثات الاحتباس الحراري، كل ما زادت الانبعاثات الضارة بالهواء وزاد الاحتباس الحراري وزادت تغيرت درجة حرارة المناخ الجو،
طاير المناخ. مصدر البيانات دي هي حسابات التدفقات لانبعاثات الاحتباس الحراري، يبقى مصدرها من واقع المحاسبة البيئية والاقتصادية. المؤشر الثاني لتغير الغلاف الجوي او تدهور حالة الغلاف الجوي استنفاد طبقة الأوزون. طبقة الأوزون لما تستنفذ او بتخلص، ده دليل على ان الغلاف الجوي بيتأثر بإيه. المؤشر الدالي على استنفاذ طبقة الأوزون هو استهلاك المواد المستنفذة للأوزون، ومصدر البيانات ده بيتمثل في حسابات التدفق لاستخدام المواد. طيب يبقى الغلاف الجوي بنستدل عن مدى التدهور او تحسن حالته البيئية من حاجتين: تغير المناخ اللي هو يحدث تغيرات مناخية تؤدي لاحتباس حراري، واستنفاذ طبقة الأوزون. مصدر البيانات دي ايه؟ مصدرها المحاسبة البيئية والاقتصادية، الاولاني ما التدفقات بتاعت انبعاثات الاحتباس الحراري، والتاني حساب تدفقات استخدام المواد. طيب الارض كمورد طبيعي عندنا برضو مؤشرين، او مؤشر الزراعة. المؤشر الدال على تحسن الزراعة هو مساحة الأرض قبل الزراعة. لو المساحة دي بتزيد يبقى حالة الأرض بتزيد وحالة الزراعة بتزيد. مصدر البيانات دي ايه؟ حسابات أصول الأراضي، مؤشر استخدام الأسمدة. كل ما استخدمنا أسمدة أكتر يبقى احنا بنزرع أكتر، استخدام مبيدات حشرية زراعية. مصدر بيانات حسابات التدفق المادي. طيب تاني مؤشر لمدى تأثر الأرض بالنواحي البيئية وبالأنشطة البيئية التصحر. لو زاد التصحر يبقى الأرض بتتضرر، كل ما زادت الصحراء كل ما الأرض تضررت. المؤشر الدال على ذلك إيه؟ الأراضي المتأثرة بالتصحر، ومصدر تلك البيانات هي حسابات أصول الأراضي. تالت مورد طبيعي معانا هو البحار والمحيطات والسواحل. عندنا المؤشرات بقى بتاعت مدى تدهور او تحسن الحالة البيئية للبحار والمحيطات والسواحل. عندنا اول مؤشر هو ايه؟ مصائد الاسماك. المؤشر الدال عليه حصيلة الصيد السنوي حسب الانواع الرئيسية، ومصدر تلك البيانات ايه؟ هو حسابات اصول مصائد الاسماك. المورد اللي بعد كده المورد الطبيعي، ونشوف هل بيتأثر ازاي. المياه العذبة. المياه العذبة هنشوف المؤشر بتاعها كمية المياه. طيب المؤشر الدال على كمية المياه هو السحب السنوي للمياه الجوفية والسطحية كنسبة من إجمالي المياه، ومصدر البيانات دي ايه؟ هو حسابات التدفق للمياه. نوعية المياه. طيب المؤشر الدال على نوعية المياه، المؤشر الدال الطلب على الأكسجين الكيميائي في مجمعات المياه، ومصدر البيانات دي هو حسابات نوعية المياه. يبقى عندنا حسابات التدفق للمياه وحسابات نوعية المياه، الاثنين دول مصادر بيانات لمؤشرات المياه العذبة. آخر مورد معانا بنشوف مؤشراته ايه، هو أنماط استهلاك والإنتاج. أنماط الاستهلاك والإنتاج، أول حاجة استهلاك المواد. المؤشر الدال على استهلاك المواد كثافة استخدام المواد. مصدر البيانات دي ايه؟ إجمالي مدخلات المواد. بنقسم إجمالي الناتج المحلي على مجموع مدخلات المواد. طيب استخدام الطاقة، يبقى استهلاك المواد ده مؤشر مؤشرات أنماط الاستهلاك والإنتاج. استخدام الطاقة، المؤشر الدال عليه ايه؟ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة السنوي. مصدر البيانات ايه؟ التدفق تدفق استخدام الطاقة، وده بنقسم اجمالي الطاقة على مجموع السكان. طيب اخر جزئية بنقولها سريعا برضو في الفصل الرابع، هي المحاسبة عن المياه. المحاسبة عن المياه برضو هي احد انظمة اللي بيتضمنها نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية. زي ما قلنا النظام المحاسبة البيئية والاقتصادية اللي بيربط البيئة بالاقتصاد، واللي بيهتم بالموارد الطبيعية والثروة السكانية ايضا، وبيهتم بالموارد الاقتصادية وبيربط البيئة بالاقتصاد. طيب المحاسبة البيئية والاقتصادية حط لنا كده اطار مفاهيمي في مجال المياه او المحاسبة عن المياه. ده يركز على ايه؟ بيركز على اول حاجة ارصدة تدفقات الموارد المائية داخل اطار البيئة. تاني حاجة ضغوط الاقتصاد على البيئة بالنسبة استخراج المياه والانبعاثات التي تضاف للمياه العذبة وتطلق للبيئة او تزال من المياه العذبة. اعادة استخدام المياه في الاقتصاد، تكاليف جمع المياه وتنقيتها وتوزيعها ومعالجتها، وكذلك رسوم الخدمات اللي بيدفعها المستخدمون. تمويل هذه التكاليف، أي تحديد الجهة اللي بتدفع التكاليف أو تكاليف الإمداد بالمياه
وخدمات الصرف الصحي، المبالغ اللي بتدفع مقابل تصريح الدخول من أجل استخراج المية، والحسابات النوعية اللي بتصف موارد المياه بالنسبة لنوعيتها. أيضا نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية بيدعم الإدارة المتكاملة للإدارة المائية بما يوفره من معلومات متخذ القرارات بشأن تخصيص موارد المياه على نحو يتم بالكفاءة، وباستخدام كمية المياه اللي بتستخدمها قطاعات مختلفة، فهم آثار إدارة المياه على جميع المستخدمين، ربط توفر المياه واستخدامها بتوفير معلومات عن أرصدة الموارد المائية، إشراك الجهات صاحبة المصلحة في عملية اتخاذ القرار، وخاصة بالنظر لنظام المحاسبة البيئية. طيب، يبقى إجمالا أو باختصار كده، إن نظام المحاسبة عن المياه هو أحد الأطر اللي بيضعها نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية، اللي بيهتم زي ما قلنا بالاقتصاد وبالموارد الطبيعية، للاهتمام بالمياه وكل ما يتعلق بالمياه من استخداماتها وتكاليفها ومصاريف إعادة تدويرها والقائمين على ذلك. كل ما يتعلق بالمياه والموارد المائية ده بيضعوه كده جوه إطار اسمه المحاسبة عن المياه. هذا الإطار بيوفره نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية. يبقى الجزء الأول من الفصل الرابع اتكلم لي عن المفاهيم البيئية اللي أدت إلى تطور مفهوم أو تطور نظام المحاسبة البيئية كإطار متكامل، وأيضا اتكلمني عن مجموعة من المفاهيم والمبادئ اللي بيستند عليها نظام المحاسبة البيئية، وبعد كده تطرق إلى علاقة نظام المحاسبة البيئية بالحسابات القومية أو بالاقتصاد بصفة عامة، و قال لي ان في دليل واضح للربط بين البيئه والاقتصاد اسمه دليل المحاسبه البيئيه والاقتصاديه المتكامله، واختصاره SEEA. هذا الدليل وفر مجموعه من المفاهيم سواء لتدفقات الموارد الطبيعيه او الموارد الاقتصاديه وايضا المحاسبه عن المياه. ده الجزء الاول باختصار شديد من الفصل الرابع. نيجي بقى للنقطه اللي هي كانت الهدف الاساسي من المحاضره بتاعه اليوم، اللي هي التطرق لمجموعه من الاسئله للمراجعه العامه، حتى يمكن من خلالها او يمكنك انت كطالب بعد ما تقرا الفصل الرابع او الجزء الاول من الفصل الرابع تقدر تحل مجموعه من الاسئله عشان تكون هاضم الماده بشكل جيد. اول حاجه، او هاضم هذا الجزء من الماده. هنيجي هنا نتطرق لاسئله للمراجعه على الفصل الرابع الجزء الاول. فبيقول لي ظل للاختيار A في حالة العبارة الصحيحة والاختيار B في حالة العبارة الخاطئة. طبعا انت عارف كطالب بيجي لك ورقة البابل شيت في الامتحان، بيكون عندك مجموعة من الاختيارات، ففي السؤال المتعلق بالصح والغلط عندك الصح A والغلط B، تظل ال A في حالة العبارة الصحيحة وتظل ال B في حالة العبارة الخاطئة. تعالوا نشوف كده مع بعض مجموعة العبارات، وزي ما قلنا نركز في كل عبارة عشان تقدر تحل بشكل سليم في الامتحان. رقم واحد، نشأت المحاسبة البيئية نتيجة ظهور المفاهيم البيئية. طبعا العبارة صحيحة. طيب رقم اتنين، يتم قياس الأضرار البيئية بغرض تقدير التعويضات عن هذه الأضرار والتخطيط لتخفيضها. طبعا العبارة صحيحة، احنا قلنا احنا بنقيس الأضرار البيئية عشان نقدر نقدر التعويضات ونقلل من هذه الأضرار. طيب رقم ثلاثة، تتحقق الاستفادة من التكاليف البيئية الجارية لفترة تزيد عن سنة مالية واحدة. طبعا العبارة دي خاطئة، لأن الاستفادة بتتحقق من التكاليف البيئية الرأسمالية لفترة تزيد عن سنة مالية واحدة، يبقى العبارة هنا خاطئة، بدل الجارية هتبقى الرأسمالية. يبقى ناخد بالنا جدا من صياغة الجملة والعبارة قبل ما نحل. رقم أربعة، بيقول لي التكاليف الرأسمالية البيئية بتحافظ على القدرة الإنتاجية لأصول الشركة. ها فكر كده، لا طبعا العبارة خاطئة، لأن التكاليف الجارية البيئية هي اللي بتحافظ على القدرة الإنتاجية لأصول الشركة. الله، أمال التكاليف الرأسمالية البيئية بتعمل إيه؟ دي بتزود رصيد أصول الشركة، بتزود رصيد اصول الشركه، بتزود لي الاصول اللي بشتريها وبقتنيها لحمايه البيئه. يبقى العباره رقم اربعه معانا هنا غلط، هي بدلها التكاليف الجاريه. رقم خمسه، بتقتصر المراجعه الماليه البيئيه على مراجعه الالتزام البيئي للمنشاه فقط.
آه طبعا العبارة دي خاطئة. احنا قلنا المراجعة المالية البيئية بيقوم بيها المراجع الخارجي، وبيقوم بإعداد تقرير عن مدى التزام الشركة البيئي، وأيضا صحة تكوين المخصصات لمقابلة المخاطر البيئية، وأيضا مدى فحص مدى دقة الأرصدة المتعلقة بالتكاليف البيئية والأصول البيئية. يبقى العبارة دي خاطئة. يبقى كلمة فقط هنا خلت إن العبارة خاطئة، لأن المراجعة المالية البيئية ما بتقتصرش بس على مراجعة الالتزام البيئي. طب العبارة رقم 6، تتم المراجعة المالية البيئية من خلال قيام المراجع الداخلي بإعداد تقرير الأداء البيئي للمنشأة التي يعمل بها. طبعا عبارة خاطئة جدا، لأن هو قال لي إن المراجعة المالية البيئية بتتم من خلال قيام المراجع الخارجي بإعداد تقرير الأداء البيئي للمنشأة اللي بيراجعها، وأيضا بيقيم الأداء البيئي لهذه المنشأة. يبقى العبارة 6 خاطئة. العبارة رقم 7 بتقول إن المحاسبة البيئية هي النظام المحاسبي الذي يقوم بإعداد وتوفير البيانات والمعلومات البيئية اللازمة لمتخذ القرارات. طبعا العبارة صحيحة. العبارة رقم 8 بتقول تعبر المحاسبة البيئية عن العمليات والأنشطة المرتبطة بحماية البيئة، وتتعامل معها المحاسبة. طبعا تعبر، نقرأ العبارة أكتر من مرة. تعبر المحاسبة البيئية عن العمليات والأنشطة المرتبطة بحماية البيئة وتتعامل مع المحاسبة. العبارة دي خاطئة، لأن التعريف ده بيختص أو بيتعلق بمفهوم العملية المحاسبية البيئية. يبقى تصحيح العبارة دي لو حابب تشوف تصحيحها، إن تعبر العملية المحاسبية البيئية عن العمليات والأنشطة المرتبطة بحماية البيئة وبتتعامل معها المحاسبة. رقم 9 بيشير مفهوم التكاليف التاريخية البيئية إلى كل ما يتم إنفاقه لتشغيل نظم الإدارة البيئية، مثل تكلفة نظام معالجة المياه وتكلفة نظام معالجة الهواء. تاني نقرأ الجملة كده، يشير مفهوم التكاليف التاريخية البيئية إلى كل ما يتم إنفاقه لتشغيل نظم الإدارة البيئية، مثل تكلفة نظام معالجة المياه وتكلفة نظام معالجة الهواء. طبعا العبارة دي خاطئة، لأن ده يشير مفهوم التكاليف البيئية، ده مفهوم التكاليف البيئية، لكن التكاليف التاريخية البيئية معناها اللي هو تسجيل الأصول بقيمة شرائها بغض النظر عن تغير الأسعار. يبقى نخلي بالنا، ممكن كلمة واحدة هي اللي تغير لي معنى الجملة وتقلب الجملة من صحيحة إلى خاطئة. يبقى العبارة 9 خاطئة. العبارة رقم 10 بيقول لي يشتمل العائد البيئي على إيرادات بيع منتجات نظير تدوير المخلفات الصلبة، وكذلك تخفيض العلاج الطبي للمصابين بأضرار التلوث البيئي، وأيضا تقليل حالات الوفاة المبكرة. العبارة صحيحة، لأن قلنا إن في حاجة اسمها عائد بيئي بيحصل من 3 مصادر، يا إما إيراد بيع منتجات ناتجة عن إعادة التدوير، يا إما تقليل حالات الوفاة، يا إما تخفيض تكلفة العلاج الطبي للأشخاص المتضررين صحيا من الآثار البيئية. يبقى العبارة دي صحيحة. رقم 11 بيعبر الفرق بين النفقات والعائد البيئي عن مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات. العبارة كده من الوهلة الأولى، العبارة رقم 11 دي من الوهلة الأولى ممكن حد يقول إن هي صحيحة، لكن لو بصينا تاني هنقول إن الفرق بين النفقات والعائد مش هو ده مبدأ المقابلة. أمال إيه؟ ده بيعبر عن العائد الصافي أو العجز الصافي. يبقى الفرق بين العائد والإيراد، أسفة، العائد اللي هو الإيراد والنفقات، الفرق بينهم يا إما هيطلع عائد صافي يا إما عجز صافي، لكن مبدأ المقابلة بتاع النفقات بالإيرادات هو مقابلة النفقات البيئية بالإيرادات الإيدية البيئية والمقارنة بينهم. يبقى العبارة هنا خاطئة، ونركز جدا في كل عبارة بتجيلنا في الامتحان عشان ما نستعجلش ونجاوب خطأ. العبارة رقم 12 بيشمل نظام المعلومات المحاسبية المالية البيئية حصر تكاليف البيئة بشكل واسع، وحصر وحدات النشاط البيئي، وقياس تكاليف وحدات النشاط البيئي، وأخيرا تحديد عائد التكاليف البيئية. نركز كده، يشمل نظام المعلومات المحاسبية المالية البيئية وهنا بيقول لي حصر تكاليف البيئة. طالما قال لي تكاليف يبقى ده مش نظام معلومات محاسبية بيئية. امال ده نظام ايه؟ ده نظام معلومات محاسبة التكاليف البيئية. يبقى نخلي بالنا كويس جدا واحنا بنجاوب
بالفرق بين، في فرق طفيف بين العبارات، ده اللي بايه بيحسم لي على اساسه عفوا بيحسم لي على اساسه مدى صحة او خطأ العبارة. يبقى العبارة 12 عبارة خاطئة، وتصحيحها ان نظام معلومات محاسبة التكاليف البيئية هو اللي بيشمل حصر التكاليف البيئية. رقم 13، نظام معلومات محاسبة التكاليف البيئية بيتكون من اجراءات حصر وتبويب العمليات البيئية، وكذلك اعداد التقارير المحاسبية المالية البيئية. طبعا باين جدا من الجملة ان هو بيتكلم هنا عن محاسبة مالية بيئية وليست محاسبة تكاليف بيئية، يبقى العبارة خاطئة. رقم 14، يتطلب نظام المحاسبة البيئية الاحتفاظ بسجلات توضح القيم المحاسبية لكل عنصر متنوع بيولوجي، حط تحت بيولوجي خط، وأيضا الكميات العينية لكل عنصر. العبارة خاطئة، التصحيح بتاعها انه يتطلب نظام معلومات المحاسبة للتنوع البيولوجي والإحيائي الاحتفاظ بسجلات توضح القيم المحاسبية لكل عنصر متنوع بيولوجي، يبقى العبارة 14 خاطئة. رقم 15، قام او يقوم نظام او دليل SEEA بتوسيع نطاق حسابات التدفق او التدفقات لنظام الحسابات القومية، العبارة صحيحة. قلنا ان نظام او دليل SEEA هو وسع لي نطاق الحسابات التدفقات بتاعت النظام الحسابات القومية، فبدل ما كانت بتقتصر على الموارد الاقتصادية فقط اصبحت بتشمل الموارد البيئية والطبيعية، وايضا بتشمل الثروات المعدنية، وبتشمل الموارد الايكولوجية. طيب رقم 16، يعد تغير المناخ احد مؤشرات التنميه المستدامه لمورد، ركز بقى، لمورد مين؟ البحار والمحيطات، السواحل والسواحل. يعد تغير المناخ احد مؤشرات التنميه المستدامه لمورد البحار والمحيطات، العباره دي خاطئه. ليه؟ لان تغير المناخ هو مؤشر من مؤشرات التنميه المستدامه الخاصه او المتعلقه بمورد الغلاف الجوي. قلنا مورد الغلاف الجوي ليه مؤشرين، هما تغير المناخ واستنفاذ طبقة الأوزون. رقم 17، من بين مؤشرات استدامة الأرض مؤشر التصحر، العبارة صح. من بين مؤشرات مدى استدامة الأرض هو مؤشر التصحر ومؤشر الزراعة، المؤشرين دول بيشوفوا مدى تأثير البيئة أو التدهور البيئي اللي بيلحق بالأرض. رقم 18، المحاسبة بتهتم عن المياه بكل ما يتعلق بالموارد المائية، تهتم المحاسبة عن المياه بكل ما يتعلق بالموارد المائية وتدفقاتها واستخداماتها وتكاليفها ومصادر التأثير عليها، العبارة صحيحة. والعبارة دي بتلخص لي الجزء الأخير المتعلق بالمحاسبة عن المياه، بيقول لي إن تهتم المحاسبة عن المياه بكل ما يتعلق بالموارد المائية وتدفقاتها واستخداماتها وتكاليفها ومصادر التأثير عليها، العبارة صحيحة. رقم 19، يمكن اشتقاق معظم مؤشرات التنمية المستدامة من نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية SEEA، العبارة صحيحة. وزي ما قلنا ان نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية هو نظام متكامل نقدر نشتق منه معظم مؤشرات التنمية المستدامة للموارد الطبيعية المختلفة، ودي عبارة صحيحة. طيب يبقى احنا كده شفنا 19 سؤال او 19 عبارة من العبارات الصح او الخطأ. تعالوا كده نشوف النوعية التانية، أو ثانيا اللي هي النوعية التانية من أنواع الأسئلة اللي ممكن تقابلك في الامتحان. اختر الإجابة الصحيحة من بين اختيارات متعددة في العبارات التالية. أول عبارة معانا بتقول، من القياسات المحاسبية للأضرار البيئية أول حاجة تكلفة العلاج الطبي، ولا تكلفة وفاة الوفاة المبكرة، ولا الفقد والنقص في الناتج القومي، ولا رقم د جميع ما سبق. هنلاحظ ان كل اللي اتقال ده هي القياسات المحاسبية للأضرار البيئية، يبقى جميع ما سبق، ويبقى كل واحدة من دول هي كل دول القياسات المحاسبية للأضرار البيئية جميع ما سبق. رقم 2 بتقول لي عفوا، تعرف التكاليف التي تحافظ على القدرة الإنتاجية لأصول الشركة البيئية بأنها تكاليف رأسمالية بيئية، ولا تكاليف جارية، ولا تكاليف جارية بيئية، ولا لا شيء مما سبق. الاختيار جيم هو الأصح، هي تكاليف جارية بيئية، ما تقوليش تكاليف جارية بس وتسكت، لا، تكاليف جارية بيئية، بالاختيار جيم هو الاختيار الأكثر دقة. رقم 3 بيقول لي،
تعرف التكاليف البيئية التي تتحقق الاستفادة منها خلال فترة تزيد عن سنة مالية واحدة، بأنها هفكر كده شوي، تتحقق الاستفادة منها خلال فترة تزيد عن سنة مالية واحدة. هل دي تكاليف رأسمالية بيئية ولا تكاليف جارية بيئية ولا تكاليف جارية بس ولا لا شيء ما سبق؟ طبعا الاختيار ألف هو الصح، دي تكاليف رأسمالية بيئية، تكاليف رأسمالية بيئية بتتحقق الاستفادة منها خلال فترة تزيد عن سنة مالية واحدة. طب العبارة رقم 4 في الاختيار المتعدد، يشمل التقرير أو تقرير المراجعة البيئية كل من ألف تكلفة الوفاة المبكرة، ولا ب التحقق من التقييم المحاسبي السليم للأصول والتكاليف البيئية، ولا ج الفاقد في الناتج القومي، ولا د لا شيء مما سبق؟ ركز جدا في العبارة قبل ما تجاوب، هنلاقي إن تقرير المراجعة البيئية اللي بيقوم بإعداده المراجع بيشمل إيه؟ التحقق من التقييم المحاسبي السليم للأصول والتكاليف البيئية، يبقى العبارة إجابتها ب هي الاختيار الصحيح. طيب عبارة رقم 5، يعبر مفهوم نقط عن العمليات والأنشطة المرتبطة بحماية البيئة وتتعامل معها المحاسبة البيئية. مفهوم، هل هو مفهوم العملية المحاسبية البيئية، ولا مفهوم التكاليف البيئية، ولا مفهوم الأضرار البيئية، ولا لا شيء مما سبق؟ يعبر مفهوم العملية المحاسبية البيئية عن العمليات والأنشطة المرتبطة بحماية البيئة، يبقى الاختيار ألف هو الأصح. رقم 6، تشمل العمليات والأنشطة المرتبطة بحماية البيئة ألف أنشطة إعادة تشغيل المخلفات الصلبة والسائلة، ولا ب أنشطة إدارة البيئة بالشركة وأنشطة المراجعة البيئية الدورية، ولا ج أنشطة تدريب العاملين على تطبيقات نظم الإدارة البيئية؟ ها تفتكروا العمليات والأنشطة المرتبطة بالبيئة أي واحدة من دول ولا كل ما سبق؟ ج د جميع ما سبق، هي فعلا كل الأنشطة دي جميع ما سبق أو كل ما سبق هي الاختيار الصحيح، لأن كل الأنشطة دي هي أنشطة مرتبطة بحماية البيئة. طب تعالوا كده العبارة رقم 7 بتقول إيه، يعبر مفهوم نقط عن التسجيل والتقييم المحاسبي للعمليات البيئية والأصول البيئية بالقيمة التي يتم إنفاقها على ذلك النشاط أو من أجل اقتلاء الأصل دون الأخذ في الاعتبار تغيرات مستويات الأسعار التالية لحدوث الاقتناء. فكر كده في العبارة، العبارة دي هتلاقيها إن هي التكاليف التاريخية البيئية، إن إحنا بنسجل العمليات اللي بتحدث وقت حدوثها بالسعر وقت حدوثه دون النظر لتغير الأسعار فيما بعد، يبقى دي التكاليف التاريخية البيئية، يبقى الاختيار ج هو الأصح. طيب العبارة رقم 8، تشمل نقط عناصر التكاليف الجارية البيئية وكذلك السنوي الإهلاك السنوي تكاليف البيئية الرأسمالية. تشمل نقط عناصر التكاليف الجارية والإهلاك، مين هي؟ النفقات البيئية ولا التكاليف الرأسمالية البيئية ولا الفترة المحاسبية ولا لا شيء مما سبق؟ يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف النفقات البيئية، يبقى النفقات البيئية هي كل عناصر التكاليف الجارية البيئية وأيضا الإهلاك السنوي للأصول البيئية. رقم 9، إن التعبير عن تخفيض الانبعاث للتلوث الهوائي، ركز جدا، بالكيلو جرام أو كمية المياه المعالجة باللتر أو المتر مكعب هو تطبيق لمبدأ إيه بقى؟ مقابلة النفقات البيئية بالإيرادات، ولا مبدأ القياس العيني، ولا مبدأ القياس بحدات النقود، ولا لا شيء مما سبق؟ تعبير عن تخفيض الانبعاثات يعني التعبير عن التحسن اللي بيحصل في الحالة البيئية بوحدات الكيلو جرام أو باللتر أو المتر مكعب، ده طبعا القياس أو مبدأ القياس العيني، الإجابة به. طب رقم 10، يقتضي مبدأ نقط أن يتم محاسبة الشركة عن مسؤولياتها البيئية فقط في النطاق التي تعمل به وتتسبب أنشطتها في التأثير عليه بيئيا. ده قلت لكم موضوع سؤال اللي هو ايه، مبدأ المحاسبة الإيكوزونية، اللي هو بيقتضي ان كل شركة بيتم محاسبتها فقط ومسؤوليتها البيئية عن النطاق اللي بتعمل فيه، ملهاش دعوة بأي تلوث بيحصل في نطاق آخر بتعمل فيه شركات أخرى، يبقى ده مبدأ المحاسبة الإيكوزونية وده الاختيار به هو الأصح. طيب رقم 11، يهدف نظام نقط إلى تزويد الشركات بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات البيئية
والتخطيط للانشطه البيئيه والرقابه البيئيه. ها ده نظام ايه؟ احنا قلنا نظام المحاسبه البيئيه في مجموعه من الاجراءات اللي هي مجموعه انظمه مختلفه بيقوم عليها. قلنا نظام معلومات محاسبه ماليه بيئيه، ونظام معلومات محاسبه تكاليف بيئيه، ونظام معلومات محاسبه نظم اداره بيئيه، ونظام معلومات محاسبه التنوع البيولوجي والايكولوجي. اربع انظمه جوه نظام المحاسبه البيئيه. طب يا ترى انهي واحد في دول هو المسؤول عن تزويد الشركه بالبيانات اللازمه لاتخاذ قرارات بيئيه والتخطيط لانشطه بيئيه ورقابه بيئيه؟ مين اللي بيزود اداره الشركات ببيانات ومعلومات لازمه لاتخاذ قرارات بيئيه وتخطيط انشطه بيئيه ورقابه بيئيه؟ طبعا هو الاختيار ج، نظام معلومات محاسبه نظم الاداره البيئيه. الاولاني اللي هو نظام محاسبه التكاليف بيختص بحصر كل عناصر التكاليف المتعلقه بالبيئه. الثاني محاسبة المالية بيختص بحصر كافة العمليات المالية المتعلقة بالبيئة. الثالث نظام معلومات محاسبة نظم الإدارة البيئية اللي بيختص بتزويد إدارة الشركة بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات البيئية. والإجابة ج. رقم 12 بيتطلب نظام نقط الاحتفاظ بسجلات توضح القيم المحاسبية لكل عنصر متنوع بيولوجي من اسمه. بص كده بيولوجي وأيضا كميات العينية لكل عنصر. يبقى دي إيه؟ اختيار ألف نظام معلومات محاسبة تنوع بيولوجي، ولا نظام معلومات محاسبة مالية، ولا نظام معلومات محاسبة نظم إدارة بيئية، ولا لا شيء مما سبق؟ طبعا الاختيار ألف هو نظام معلومات المحاسبية للتنوع البيولوجي والإحياء. طيب السؤال رقم 13 وعبارة رقم 13 يشمل نظام الـ SEEA اللي هو المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة على تدفقات إيه؟ المنتجات اللي هي بتاعت الاقتصاد، ولا تدفقات الموارد الطبيعية، ولا تدفقات المدخلات النظام الايكولوجي، ولا كل ما سبق؟ كل ما سبق. نظام الـ SEEA بيشمل تدفقات المنتجات والموارد الطبيعية والنظام الايه؟ الايكولوجي. يبقى جميع ما سبق او كل ما سبق. رقم 14 من بين مؤشرات التنمية المستدامة للغلاف الجوي، من مؤشرات التنمية المستدامة للغلاف الجوي التصحر، ولا الزراعة، ولا استنفاذ طبقة الاوزون، ولا لا شيء ما سبق؟ طبعا واحنا مغمضين طالما الغلاف الجوي يبقى استنفاذ طبقه الاوزون، وفي كمان مؤشر متعلق بالغلاف الجوي اللي هو تغير المناخ. طيب رقم 15 يعد من مؤشرات انماط الاستهلاك والانتاج استهلاك المواد، ولا التصحر، ولا ج استخدام الطاقه، ولا د الف وج معا؟ ها من مؤشرات انماط الاستهلاك والانتاج استهلاك المواد واستخدام الطاقه. يبقى الاختيار هيبقى ألف وجيم معا اللي هي اختيار دال هو الأصح، لكن التصحر ده من مؤشرات استدامة الأرض. معايا؟ طيب رقم 16 تهتم بنقط بكافة أرصدة وتدفقات الموارد المائية داخل إطار البيئة. تهتم بنقط بكافة أرصدة وتدفقات الموارد المائية داخل إطار البيئة. طبعا من اسمها هي المحاسبه عن المياه، ولا المحاسبه البيئيه والاقتصاديه، ولا المحاسبه عن الطاقه، ولا لا شيء مما سبق؟ طبعا الاختيار الاول الف المحاسبه عن المياه هو الاختيار الاكثر دقه. الاختيار الاكثر دقه. كده يبقى احنا راجعنا مع بعض الخطوط الرئيسيه او الخطوط العريضه في الجزء الاول من الفصل الرابع اللي بيتكلم عن البيئة المحاسبة، بيتكلم عن المحاسبة البيئية، ورجعنا مع بعض، وده طبعا كان الجزء الأهم من الفيديو، مجموعة من الأسئلة اللي هي الصح وخطأ، ومجموعة من الأسئلة اللي هي الاختيار من المتعدد. أنا أزعم إن هي أسئلة مفيدة لحضراتكم جدا، هتخليكم تراجعوا الفصل أو الجزء الأول من هذا الفصل بشكل أفضل، عشان تكونوا ان شاء الله مستعدين للإجابة عن مثل هذه الأسئلة في الامتحان بمشيئة الله. طبعا في النهاية بتمنى ان انتوا تكونوا حققتوا ولو جزء قدر بسيط من الاستفادة من هذا الفيديو. كنت معكم دكتورة وحية حسن، قسم المحاسبة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.